السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة بانيه سريع وسهل جدا، وكمان بخلطة حلوة قوي، وهتخلي طعمه حلو ومقرمش كده ولا اجدع كنتاكي. تمام، يلا بينا نشوف. اول حاجة هنحط هنا كوباية من اللبن، وهنحط عليها معلقتين من الدقيق وفلفل اسمر وخل وملح بس كده، وهنقلبهم لحد ما الدقيق يدوب خالص كده. ممكن نزود توابل تانية لو عايزين، بس كده حلو. كمان الخل عشان خاطر بيخلي الانسجة طرية من جوه، والفلفل الاسمر كمان. تمام. وبعدين بنحط بقى في الصدور الفراخ المتقطعة بانيه، وممكن تجيبيها وتبططيها اكتر وتخليها رقيقة اكتر معاكي. تمام، بس انا سبتها زي ما هي. هنغطيها بالتتبيلة دي خالص ونحطها في التلاجة ساعتين او يوم، يعني بيتها قبلها بيوم. هنا الدقيق حطيت معاه معلقه كبيره من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه فلفل اسمر، وكاري، وملح. ممكن برضو نحط توم باودر او اي حاجه تاني، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. دي الطبقه اللي هي الخارجيه. الطبقه الداخليه اللي احنا عملناها وحطيناها فيها في التلاجة، هنحطها ساعتين او يوم قبلها زي ما قلت لكم. تمام. وهنمسك الحته كده البانيه بعد ساعتين او يوم، هنطلعها وقت الاكل، وقت ما احنا خلاص هنجهز للاكل. هنطلع كده من التتبيله على دي ده على طول اللي هو متبل، وهنقلبها كده. هنقلب فيها كتير، ونقعد ندخل الدقيق كده من جوه الخلطه دي، ونقلبها على الجنب ده والجنب ده كويس قوي، يعني ايه يعني نفضها كده، ونرجع نحطها تاني لحد ما نتاكد انها اتشربت من الخلطه والدقيق، وكمان تبقى مفروله معانا كده، عامله زي طبقات كده اللي هي بتبقى مقرمشه. تمام. وبقى في الزيت السخن بقى، يكون لازم الزيت يبقى سخن جامد، وهننزل البانيه اللون عامل كده من الإضاءة يعني، هو بس مش لونه بامبي. تمام. فهننزل بقى بالبانيه وهو سخن، وأول ما هيتحمر من تحت هنقلبه، مش هنسيبه يحمر جامد. وهو طبعا الأنسجة عندنا من جوه طرية ومستوية من الخل والفلفل الأسمر والتتبيله اللي احنا حطيناها فيها شويه، فخلت الانسجه تبقى معانا طريه كده وحلوه، ويا دوبك هيستوي سريع. وده كان شكله بعد ما استوى. انا بخبط عليه كده ناشف، بس ده انا طبعا عامله الصوت كاتمه، يعني كاتمه الصوت، فمقرمش كده وجميل جدا، وطعمه بصوا رهيب بجد، شبه الفراخ بتاعت كنتاكي بس دي صدور. تمام. وبصوا الطبقات بتاعته مقرمشة بجد، انت بتاكليها كده بتبقى مقرمشة، وبصي بتتقطع معانا بسهولة لانها مستوية جامد، واللحم من جوه ابيض زي ما انتوا شايفين، اللحم بتاعها ابيض والانسجة مستوية وطرية. بصوا الطبقة من فوق عاملة ازاي، مقرمشة كده ولا اجدحها كنتاكي، وبسهولة وفي اسرع وقت، وطعمها خطير بجد، حلوة قوي. جربوها، ولا طماطم بقى ولا بصل ولا الكلام ده خالص. تمام. هنا عندي المكرونة استوت مني شوية، دي حاجة تانية برضه. المكرونة استوت مني شوية، انا نسيتها وانشغلت بحاجة تانية، بس ما عجنتش، استوت شوية زيادة، وطبعا انا بحبهاش مستوية قوي، انا بحبها يا دوبك فيها تكة كده. فهنعمل ايه؟ دي مش هينفع ان احنا نحط الصلصة ونقلبها، دي الحل الوحيد ليها ان احنا نحط الصلصة من فوق كده، واللي بياكل بيقلب وبياكل على طول كده، بتبقى باينة ان هي معاكي كويسة، علشان انتي لو قلبتيها هتعجن معاكي اكتر، ولو عندك واحدة ست جاية عندك يعني مش كويسة كده وايه حربوقة، فهتبص تلاقيها بتتريق وتقولك المكرونة عجنت منها يا خيبتها، فكده هتحلي بقى المشكلة يعني، وتباني ان انتي ست بيت شاطرة يعني، ولا حصل حاجة. تمام. وكده عندنا الفراخ جاهزة ايه، كنتاكي كنتاكي يعني، والمكرونة، ومخلي الليمون، وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو ده يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعليق.